لوين محمد بيك؟ رايح تتغدى؟ لا، بدي شوف شوية أغراض لأهلي. شو بدك تشوف؟ اي أنا اليوم قبضت أول راتب، فلازم أشتري لأهلي شي. ايه روعة، شو بدك تشتري؟ أنا عندي أخ صغير، يعني لازمه شنطاي وكمغرة. ايه وأنا لسه ما خلصت فترة الغداء، استنى لأجي معك. أنا بعرف فاصل كتير كتير منيح وما بخليهم يغدروك أبدا. أنا أساسا إذا اشتريت أو ما اشتريت بموت بروح السوق. استنى. سهر خانم. نعم فياض بيك. لوين رايحة بوقت دوامك؟ فترة الغداء لسه ما خلصت، رفيقي في له كم شغلة بالسوق وأنا رايحة لحتى ساعده. هلا ما يقعد ينزعج المعلم فياض من تحت راسي. لا ما رح يصير أي شيء، امشي لنشوف المحل اللي عزاوي عنده شغلات حلوة.